إني أنا طوني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجرى الكلام. مساء الخير. كل لبيب من الإشارة يفهم، هكذا تقول الحكمة العربية، ولكن اليوم نزيد عليها كل فصيل سياسي من الإشارة يعرف. فبينما كانت الإشارات في مصر تحمل رمزا لمكان أو لتحية أو حتى لسبة، أصبحت هي عنوان للاتجاه السياسي، ثم تطورت الأمور لتصبح محل نزاع وسبب لخصام واقتتال، بينما هي دعوة للفخر والكرامة كما يرى من يتمسكون بها. أما أبرز الإشارات فكانت إشارة ربعة، رمز الصمود كما يرى مؤيدو الأخوان، ورمز الماسونية والإرهاب كما يراها معارضوهم، وما بين من يدعو لتجريمها والمعاقبة لكل من يرفعها، هناك من يرى إنها رمز لشرف الأمة، بينما فريق ثالث يحسبها ضمن حرية التعبير. في حلقة الليلة سنتناول موضوع إشارة ربعة بين موقف المعارض، موقف المؤيد، وموقف بين، ولكن الأكيد إنه سيقال أجرأ الكلام تقريباً.